It's nice to be here in Serengeti. عمري ما شفت حاجة حلوة كده. من الإسكندرية على سواحل المتوسط انطلقت قافلة مجهزة صوب الجنوب عبر مصر والسودان إلى هضبة الحبشة في إثيوبيا ومنها إلى كينيا وتعبر خط الاستواء إلى تنزانيا ثم تتجه غربا عبر زامبيا وناميبيا لتلاقي أمواج المحيط الأطلنطي على سواحل القارة الغربية وتواصل التحرك بحذاء المحيط حتى تصل إلى هدفها في أقصى جنوب القارة عند رأس الرجاء الصالح. معنا نصحبكم في أيام عبر إفريقيا. غادرت القافلة معسكرها في حديقة سيرنجيتي الوطنية واتجهت إلى الجنوب حيث تقع محمية نجورونجورو الشهيرة. المنطقة هي جزء من النظام البيئي لمنطقة سيرنجيتي وتتاخم سهول سيرنجيتي الجنوبية. يحد جنوب وغرب المنطقة مرتفعات بركانية بما في ذلك فوهة نجورونجورو وكريتر الشهيرة، كذلك منطقة إمباكاي الأقل شهرة. ويتم تحديد الحدود الجنوبية والشرقية تقريبا بواسطة حافة جدار الوادي المتصدع العظيم الذي يمنع أيضا هجرة الحيوانات في هذه الاتجاهات. نجورونجورو أيضا تعد أحد مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو. تخضع منطقة المحمية لإدارة هيئة منطقة محمية نجورونجورو وهي ذراع تابع للحكومة التنزانية. بالقرب من بوابات المحمية انتظر أعضاء القافلة إنهاء إجراءات على الدرب غير المعبد انطلقت السيارات عبر المنطقة المحمية. كانت قبائل الماساي تسكن منطقة سيرنجيتي حتى إنشاء المحمية في عام 1951، لكن مع تزايد النزاع مع البريطانيين تقرر تهجيرهم إلى عدد من القرى في منطقة نجورونجورو. تتمتع الأرض الموجودة في نطاق مناطق المحمية باستخدامات عدة، فهي فريدة من نوعها حيث أنها منطقة المحمية الوحيدة في تنزانيا التي توفر الحماية للحياة البرية مع السماح في نفس الوقت بالإقامة البشرية.
يتم التحكم في استخدام الأراضي لمنع الآثار السلبية على الحياة البرية. على سبيل المثال، يحظر القيام بالزراعة تماماً باستثناء بعض زراعة الكفاف. من الحفريات التي تم العثور عليها في خانق أولدوفاي، بات من المعروف أن مختلف الأسلاف البشرية قد سكنت المنطقة لثلاثة ملايين عام. حل الرعاة محل الصيادين قبل عدة آلاف من السنين، وقدم شعب موبولو قبل حوالي 2000 عام. ضم إليهم داتوغا عام 1700 ميلادية تقريبا. قد تم إخراجهم من المنطقة من قبل الماساي في أوائل القرن 19 الميلادي. من على البعد أتى قطيع من زراف الماساي الكبير، وبدا وكأنه يخرج من السحب الكثيفة التي تغطي سهل الصخور البركانية الداكنة. في رشاقة أنيقة تقدم بعض أفراد القطيع، وانتظر آخرون في المؤخرة، واشترك الجميع في النظر بفضول حذر إلى السيارات التي توقفت لمراقبة هذا المشهد الخلاب. زرافة الماساي أو زرافة كليمانجارو تنتشر في أواسط وجنوب كينيا وفي تنزانيا. نفخات جسدها مميزة تجعلها فريدة بين باقي الزرف، فهي مسننة ونجمية الشكل وتمتد حتى الحوافر. يتراوح ارتفاع الزرافة البالغة بين 5 و6 أمتار، والذكور أكثر ارتفاعا من الإناث. يصل متوسط وزن الذكر البالغ إلى ما يقارب 1500 كيلوغرام. الجسد قصير نسبيا على الرغم من الطول الفائق للعنق والقواعد. تقع العينان على جانبي الرأس، وهي كبيرة بارزة وتمنحها رؤية دائرية كاملة لمحيطها من ارتفاعها الكبير. بصر الزراف حاد، وهو قادر على تمييز الألوان، ويتمتع بحاستي سمع وشم قويتان. معطف الزرافة مكسوب بلطخات أو بقع كبيرة داكنة، من الممكن أن تأخذ لونا برتقاليا أو كستنائيا أو بنيا أو أسود تقريبا. يفصل بينها شعر باهت، غالبا ما يكون أبيضا أو قشديا. تستحيل الذكور أقتم لونا مع تقدمها بالسن. يلعب نمط المعطف دورا تمويهيا، فهو يمزج الزرافة مع أطياف الضوء والظلال في أحراج السافانا حيث تتجمع لترعى. تعتمد الزراف على التمويه لحماية نفسه من الضواري حينما يقتات، حيث يصعب رؤية البالغ منها حتى ولو كان الناظر على بعد بضعة أمتار. تمتد سلسلة من الشعر المنتصب القصير على طول العنق تسمى بالعرف. يصل طول ذيل الزرافة إلى 1 متر، ينتهي بخصلة طويلة من الشعر الداكن تستخدمها لإبعاد الحشرات الطائرة عنها. على الطريق الموحل انسابت سيارات القافلة بين القمم والمنحدرات في اتجاه منخفض جورونجورو ومنطقة فوهات البراكين. على جانب الطريق نمر على إحدى قرى الماساي بأكواخها التقليدية والسياج الذي يحيط بها.
ونتوقف قليلا بجوارهم. الماساي هي من القبائل البدائية المتواجدة في إفريقيا وتحديدا في جنوب كينيا وشمال تنزانيا. تعيش هذه القبيلة على الرعي وتربية الأبقار. أفراد القبيلة مسالمون إلى حد كبير، خصوصا مع زوار الأجانب. ويعتقد أغلب أفراد قبيلة الماساي أن الإله الذي يؤمنون به ويدعى إنكاري يعيش على فوهة جبل بركاني، إنه قد نزل من السماء وأنزل الأبقار معه ووهبها لأفراد القبيلة. مع الوقت اعتنقت طائفة من أفراد هذه القبيلة الديانة المسيحية والإسلام. طريقة حياتهم التقليدية التي تتيح لهم العيش في وئام مع الحياة البرية والبيئة. يوجد اليوم ما يقارب 42,000 من رعاة الماساي يعيشون في محمية نجورونجورو مع ماشيتهم وحميرهم وماعزهم وأغنامهم. أثناء هطول الأمطار ينتقلون إلى السهول المفتوحة. في موسم الجفاف ينتقلون إلى الغابات المجاورة والمنحدرات الجبلية. يسمح للماساي بأخذ حيواناتهم إلى البحيرات للحصول على الماء والرعي، ولكن ليس مسموحا لهم العيش أو الزراعة هناك. منذ آلاف السنين انتقلت سلسلة من رعاة الماشية إلى المنطقة وعاشت هنا لفترة من الزمن، ثم انتقلت وأحيانا أجبرت قبائل أخرى على الرحيل. منذ حوالي 200 عام وصل الماساي واستوطنوا المنطقة، ومنذ ذلك الحين بأعداد كبيرة. يقول الماساي أنهم عاشوا لعدة قرون مع حيواناتهم دون حدوث أي تهديد للبيئة البرية الموجودين بها مع حيواناتهم. قد يكون هذا صحيحاً حتى عدة سنوات مضت، لكنه بالتأكيد لم يعد نفس الحال حالياً مع محدودية الأراضي المطلوبة للرعي، خاصة مع ظروف التوسع الإقليمي في دولهم. الآن وبعد زيادة عدد الماساي وتحول أراضيهم إلى حدائق وطنية ومحميات طبيعية، أصبحت حياتهم التقليدية من الصعوبة بمكان، حيث ضاقت المراعي بعد أن تحولت منطقة سيرينجيتي ونجورونجورو في تنزانيا والماساي مارا في كينيا إلى مناطق محمية. تحويل بعضها إلى مزارع نقدية استثمارية، الأمر الذي جعلهم يتحولون إلى طرائق أخرى لكسب رزق، كما أنهم تأثروا بمرض نقص المناعة. إلا أنه في السنوات الأخيرة بدأت كينيا وتنزانيا تنفيذ مشاريع لمساعدتهم على الحفاظ على تقاليدهم، مع تحقيق التوازن في الاحتياجات التعليمية لأطفالهم لإلحاقهم بالحداثة. أتت هذه الاستراحة مناسبة لبعض أعضاء القافلة، حيث فتح الهواء النقي شهية البعض لوجبة سريعة. And you, how old are you? Huh? You're 15. Yes. Oh, yeah. Your girl, she's so cute. Hey, you. Hey! No, you mommy, no. Hey, bye.
تعد نجورونجورو واحدة من مناطق الجذب الأكثر زيارة وإثارة للإعجاب في تنزانيا. هي مدرجة كمحمية دولية للمحيط الحيوي ومسجلة كموقع تراث عالمي لليونسكو، تزخر بمزيج رائع من الحياة البرية والآثار والجغرافيا والسكان. من فوق ربوة عالية نلمح في أطراف الوادي الفسيح قرية ماساي صغيرة تتناثر أكواخها عند السفح البعيد. على حواف الربوة يتعرج الطريق المكون من الحصى والطين، وما زلنا نتساءل عن أسباب جاذبية نجورونجورو. أسباب ذلك عديدة، منها أنها موطن أكبر فوهة بركانية كاملة في العالم، حيث تغطي مساحة تقارب 260 كيلو متر مربع. كذلك لم تتحول تلك الفوهة البركانية الضخمة إلى بحيرة. عند مركز إدارة منخفض نجورونجورو والمنطقة المحمية توقفت القافلة مع باقي سيارات الزوار لاستكمال إجراءات الدخول والاستمتاع باستراحة قبل الدخول إلى منطقة فوهة البركان. بالنسبة لإدارة المحمية، كان دخول قافلة مكونة من 22 سيارة وشاحنة أمرا ينبغي التخطيط لمساره بدقة كبيرة. لا تقتصر منطقة محمية نجورونجورو على الفوهة البركانية الكبيرة وحسب، لكن هناك منطقة أخرى رائعة في نطاق المحمية هي خانق أولدوفاي. هو واد شديد الانحدار ضمن أودية الصدع الإفريقي العظيم. في هذا الخانق تم العثور على أول دليل على وجود أسلاف للإنسان، فقد اكتشف عالمي الحفريات لويس ومارك ليكي آثاراً للإنسان البشري هوميل، وهو أول جنس بشري معروف يعود تاريخه إلى مليوني عام. من بين الأدلة المهمة الأخرى التي عثر عليها في خانق أولدوفاي آثار أقدام متحجرة في ليثولاي، وهو شكل مبكر من أشكال الإنسان العاقل في بحيرة نودوتو. لا يزال يوثق تطور تكنولوجيا العصر الحجري والانتقال إلى استخدام الحديد. يعتبر خانق أولدوفاي أيضا أحد مواقع اليونسكو المعترف بها، ويعد أيضاً أحد أهم مواقع الحفريات الفقارية في العالم، ويشكل جزءاً من موقع التراث العالمي، وغالباً ما يطلق عليه أيضاً مهد البشرية. كانت منطقة نجورونجورو في الأصل جزءاً من حديقة سيرينجيتي الوطنية عندما تم إنشاؤها من قبل البريطانيين عام 1951. ظلت قبيلة ماساي تقطن في الحديقة التي تم إنشاؤها مؤخراً حتى عام 1959، عندما دفعت النزاعات المتكررة مع سلطات الحديقة بشأن استخدام الأرض البريطانيين
إلى إخراجهم إلى منطقة محمية نجورونجورو والتي تم الإعلان عنها مؤخرا. لم يعد الماساي كما كانوا الرعاة النموذجيين للماشية على مستوى كل إفريقيا كما كانوا منذ عدة سنوات، ويرجع ذلك لعدة أسباب، من أهمها النمو السكاني واستراتيجيات التنمية التي تتبعها الدول التي تنتمي لها قبائل ماساي، التي تنتهج سياسات البناء على مساحات كبيرة من الأراضي التابعة لخط سير الرعب لماشية الماساي، وذلك بهدف التنمية لاستيعاب الزيادة السكانية أو إنشاء الطرق والمشروعات السياحية بأراضي ماساي، نظراً لإقبال السياحة الغربية من أوروبا وأمريكا على زيارة شعب ماساي في موقع إقامته. على مشارف فوهة نجورونجورو الشهيرة والمعروفة باسم كالديرا، كانت هناك وقفة لالتقاط صورة جماعية يخلد بها أعضاء القافلة زيارتهم لهذا الجزء الخاص جدا من إفريقيا. ليس من المعروف أن أي من الأوروبيين قد وطأت قدماه الفوهة حتى عام 1892 ميلادية، عندما زارها الدكتور أوسكار باومان وعمل شقيقان ألمانيان كمزارعين في الفوهة حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى، بعد استئجار الأرض من إدارة شرق إفريقيا التابع وقتها للإمبراطورية الألمانية. بحسب يوميات الدكتور باومان فنجده يذكر أنه أطلق الرصاص على 3 من حيوان وحيد القرن أثناء إقامته في منطقة الفوهة. كذلك اعتاد الشقيقان الألمانيان تنظيم حفلات رماية لإمتاع أصدقائهم وأبناء جنسهم، ويذكر أنهما حاولا أيضا دفع قطعان الحيوانات البرية خارج الفوهة. ينحدر بنا الطريق إلى فوهة البركان القديم تدريجيا، ونذكر أنه منذ حوالي 3 ملايين عام كانت نجورونجورو كريتر ذات يوم من البراكين الهائلة التي كانت أعلى وأقوى من أي بركان آخر في إفريقيا. كانت منحدرات الجبل شاسعة لدرجة أنها كونت مسارات تدفق المياه وأنماط الطقس الخاصة بها. في ذات يوم اندلعت بعنف وبغضب، وتسبب انفجارها الشرس في انفجار داخلي وخلق الفوهة الواسعة التي يبلغ عمقها 2000 قدم. بعد مليون عام بدأت كالديرا في الحصول على الحياة، فقد ملأت المياه تجاويفها، ولكن ليس إلى حد خلق بحيرة كبيرة، لكنها كانت كافية لنمو النباتات وازدهارها على مر السنين. ومع مرور الوقت اكتشفت الحياة البرية مجدها، فقد اكتذبت المياه والأعشاب الوفيرة عددا لا يحصى من الأنواع، وبسبب تضاريسها المغلقة بالإضافة إلى قوتها المطلقة فإن العديد من الحيوانات لن تغادرها أبدا.
It's nice to be here in Serengeti. عمري ما شفت حاجة حلوة كده.